هذه خلقة ربي ما تجيش تعيبوا عليا. هي رسالة التلميذة أيا جعدوني في اليوم الوطني لذوي الهمام على أمل وقف ظاهرة التنمر التي عانت منها رفقة شقيقها يونس، مما أثر على تحصيلهما الدراسي، وهما اللذان تحصلا على نتائج جيدة في الطور المتوسط ببلدية وادي الجمعة. أودي جاها واحد راح يقرأ أم حرقوا له ذراعه مسكين من هنا مذراعه حرقوا وزيد كي هدرت معاه زاد صوروا في التيك توك وباقي يكشوا اللي يضحكوا عليه باش يجيبوا به ماشي شغل استهزاء يبقى يفكر غير في الازعاج يفكر في الناس اللي يواسوا هكذا ولا شغل ينقص انما ذا بيه حوسين نخلوهم ترونكيل بيقراوا ويوصلوا. لما قبل كنت تجيب مع 16 الناس كي يبداو يخلطوا فيا هكا يديروا لي ازعاج. انا حلم مستقبل ان اصبح استاذ اللغه العربيه ان شاء الله. أنا تلميذة سنة أولى متوسط مجتهدة في دراستي، يديروا لي إزعاج يعيبوا عليا يقول لي قصيرة، نقول لهم الله يهديكم. حلمك الوحيد؟ حلمي أن أصير طبيبة. تحصلت على معدل فصل 16.49. والله ما قدرنا قال نجيب 16 معدل رغم الظروف رغم الظروف القاسيه والمنطقه اللي يعيش فيها نائيه جدا ويجيب 16 وخطو 16 ونص ان شاء الله ربي نتمني يفرحوا لي يفرحوني نخلي خلف مرايا يفرحني يفرح كي يقولوا غير ولد فلان الدنيا ما فيها. مختصون حذروا من تنامي ظاهره التنمر في الوسط المدرسي. ارتفعت الحالات التي تعاني منها التنمر في الآونة الأخيرة وأصبح أولادنا يصرى لهم مشكل تاع انخفاض التحصيل الدراسي. رسالتي لكل تلاميذ اللي قد تعرضوا إلى هذا الأمر من التنمر، نقول لكم الشخص الناجح والمتميز في حياته حتى ويكون زائد في الوزن سمين ولا قصير القامة ولا صح في القدرات العقلية في طريقة التعامل في الأخلاق في المبادئ اللي يقدر يتمسك بها التلميذ ويحقق طموح تاعه ويحقق هدفه. آية ويونس هما عينا فقط لما تعانيه هذه الفئة من المجتمع في صمت، متحدين الصعاب وكلهما إرادة وعزيمة لتحقيق طموحاتهما وأهدافهما. يا رب العالمين إن شاء الله يوصلوا للمنصب اللي راهم